لذيذ لذيذ يا باشمهندس، انت بتتكلم لغه عاميه، خليها لذيذ كده. اوكي انت ضليع. ضليع ايه يا عم؟ تلاقي المذيع التاني يقول لك ايه انت دليع. برضه دقيق قوي بيراقب في حاجات كده يا جماعه بتبقى مش مظبوطه. كان عندي مذيع زمان في محطه مصر، عارفين فيلم بتاع سمير غانم لما كان يقول لك انا قريت في مجله اسبانيه الماليه؟ هو كان كده، كل حاجه عنده يقول لك. انا حضرت المؤتمر في مؤتمر جنيف لما رحت حسيت، قلت له يا ابني هو انا معين سفير يتكلم فيه؟ انت بتتكلم كده ليه؟ الناس ما كانتش طيبه. كل الجيل ده والزمن ده كل ما كنا بسطاء، كل ما كنا داون تو ايرث، كل ما وصلنا لقلوب الناس. ونصيحه اخيرا قبل ما اختم كلامي، ما يخرج من القلب يصل الى القلب. يصل الى القلب. والمحتوى الجاي بيفرض نفسه. ابعدي عن المحتوى الجاي. طالما بتتكلمي من قلبك مش هتطلعي محتوى زي ده. ما يخرج من القلب يصل الى القلب. اتفضل. طيب هقول لك حاجه، نقطه اخيره، احنا ما بنقطعش، احنا بنذيع بس زي ما هو على السوشيال ميديا، وده كان الخطا الكبير من كل القنوات. احنا ما سمعناش السؤال والله. بنتكلم على تقطيع المحتوى من على جوجل اف ام ونزوله على السوشيال ميديا. هو بيقول ان التقطيع كان فيه اخطاء عشان كده ما وصلش، فانا رديت عليه قلت له احنا ما بنقطعش بس زي ما هو كده بنذيع. انا بشكر حضراتكم جدا، اتشرفت شرف كبير ان انا اكون موجود معاكم، اتمنى ان انا ما كنتش ده بيقول عليكم طبعا، ولكن حاولت اوصل.